أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف يكون شهر رمضان المبارك مدرسة إيمانية يخرج منها المسلم بإيمان صادق مع الله عز وجل؟ يكون مدرسة إيمانية إذا حافظ عليه المسلم وانتبه لفضله فلم يفرط فيه، بل استغله في طاعة الله وفي ما شرع الله فيه من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه يكون غنيمة له. وقد كان رجلان مجتهدان في العبادة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما قبل دخول رمضان وبقي الآخر حتى صام رمضان وقامه، فرؤي هذا سابقا للذي مات قبله، فتعجب الصحابة من كونه سابقا له مع أنهما عاشا في طاعة الله وفي عبادة الله، فقال: أليس صلى الله عليه وسلم، قال: أليس صلى وكذا وكذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس أدرك شهر رمضان وصامه وقامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده إن بينهما كما بين المشرق والمغرب. نعم.